نبتة خطري أصلي يمكن أن تجذب أزهارها الفراشات والنحل مما يضيف الطاقة إلى حديقتك. ليس من الصعب أن تنمو طالما أنك توفر ما يكفي من الضوء والماء فسوف تزدهر. السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناتنا الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم، وأتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل، فضلا منكم وليس أمرا. وهذا النبات ينمو بشكل رئيسي بالقرب من التيارات والخنادق والجداول، وبشكل عام في الأماكن الرطبة. يضم الجنس حوالي 38 نوعا من النباتات الشجيرة أو النباتات. تتطور أزهاره الوردية الصغيرة من مايو إلى يوليو، وتعطي هذا النبات مظهرا رقيقا جدا. يأتي اسم هذا الجنس ليترو من الكلمة اليونانية القديمة ليترون، والتي تعني الدم النجس. يشهد هذا الاسم النبات على انتشار استخدامه في الطب، حيث كان ليتروس يعرف بخصائصه العلاجية منذ العصور القديمة. بعض أنواع الجنس مثل الليتروم ساليكاريا كانت تستخدم بشكل رئيسي ضد البواسير والنزيف الداخلي، ضد الزحار، ولكن أيضا خارجيا كعوامل شفاء الجروح. من المحتمل أن يشير بيدانيوس إلى أحد هذه الأنواع عند وصف النبات. وهذا النبات أصلا يشبه في الغالب نبات عشبي معمر، يصل إلى ارتفاعات القامة من 20 إلى 70 سنتيمتر، الساق مربعة مستلقية على الصعود متفرعة على الأرض. عادة ما تكون الأوراق متبادلة ومستقرة. يحتاج خطري أصلي إلى الشمس كاملة كل يوم، وتعتمد هذه النباتات على 6 ساعات على الأقل من ضوء الشمس للحفاظ على أوراقها وجذورها وتفتحها في حالة صحية. على الرغم من أن معظم النباتات المعمرة تحتاج إلى 6 ساعات من ضوء الشمس يوميا، إلا أن بعض النباتات يمكن أن تعيش بعيدا عن أشعة الشمس لمدة لا تقل عن 3 ساعات يوميا. على الرغم من أن هذه النباتات المزهرة المعمرة يمكن أن تعيش لمدة 3 ساعات فقط من ضوء الشمس المباشر، فإنها لن تكون قادرة على الازدهار كما لو كانت في ظروف مشمسة. أما عند سقي نبات خطري أصلي، يجب أن تهدف إلى استخدام المياه المفلترة الموجودة في درجة حرارة الغرفة. تعتبر المياه المفلترة أفضل لهذا النبات في البلدان الباردة. أما البلدان المعتدلة والسخونة فيمكن سقي بالماء العادي، حيث يمكن أن تحتوي مياه الصنوبر على جزئيات ضارة بصحتها. السبب في أن الماء يجب أن يكون في درجة حرارة الغرفة أو أكثر دفئا قليلا هو إلى حد ما بمثابة صدمة لنظامه. أيضا يجب تجنب الري العلوي لهذا النبات، حيث يمكن أن يسبب مضاعفات أوراق الشجر. بدلا من ذلك ضع الماء بدرجة حرارة الغرفة المصفاة على التربة حتى تنقع التربة تماما. يمكن أن يكون نقع التربة مفيدا جدا لهذا النبات، لأنه يرطب الجذور ويساعدها على الاستمرار في الانتشار عبر التربة وجمع العناصر الغذائية تحتاجها. والآن سنذكر بعض الأسئلة الشائعة عن هذا النبات. السؤال الأول: كيف تعتني بخطري أصلي؟ الجواب: خطري أصلي ينمو بغزارة لفترة طويلة، يمكن أن تجذب أو تجذب أزهارها الفراشات والنحل مما يضيف الطاقة إلى حديقتك. ليس من الصعب أن تنمو طالما أنك توفر ما يكفي من الضوء والماء فسوف تزدهر. السؤال رقم 2: هل خنثري أصلي سنوي أم معمر؟ هو خنثري أصلي هو نبات معمر. السؤال الثالث: ما هو ارتفاع خطر أصلي؟ الجواب: يرتفع نبات خطري أصلي ما بين 20 إلى 70 سنتيمتر. السؤال الرابع: كيف ينمو خطري أصلي؟ الجواب: املأ القدر بالتربة واسقيها جيدا، وازرع البذور، وقم بتغطيها بطبقة رقيقة من التربة، وقم بتغطية الوعاء بغشاء بلاستيكي. سوف تنبت البذور في غضون شهر،
انقل النبات إلى الخارج بمجرد انتهاء الصقيع الربيعي تماما. إذا كنت تزرع في حديقة فقم بزرع البذور قبل آخر موجة صقيع في الربيع أو في أواخر الخريف. قم بتغطية البذور بطبقة رقيقة من التربة بعد البذر وفصل الشتلات بمسافة 1.1 متر بعد الإنبات. السؤال الخامس: هناك الكثير من خطر أسلي في حديقتي، كيف يمكنني التخلص منه؟ الجواب: يمكنك القضاء على خطر أسلي أفضل خلال في فترة الإزهار من منتصف الصيف إلى أوائل الخريف. في ذلك الوقت خطر أسلي لم ينتج البذور بعد، ومن السهل التعرف عليه. بالنسبة لعدد قليل من النباتات قم بالقضاء عليها عن طريق حفر كل الجذور وحرق النباتات بمجرد استخراجها. تذكر تغيير ملابس العمل بعد ذلك لتجنب نقل أي بذور ملتصقة بملابسك. قد تحتاج إلى الاستئجار متخصص لإزالة المدرجات الكبيرة من خطر أسلي. السؤال السادس: إذا قمت فقط بتنمية خطر أسلي في حديقتي أو في الأواني، فهل يمكن أن يهرب إلى البرية ويؤثر على البيئة الطبيعية؟ الجواب: نعم، ينتشر كثير من المواد الطاردة حاليا في الأنهار والبرك والبيئات الأخرى من الحدائق أو النباتات المحفوظة في أصيص. البذور صغيرة وسهلة الانتشار، لذا من الأفضل استشارة السلطات النباتية المحلية قبل الزراعة. والآن سنذكر بعض الخصائص لهذه النبتة. العمر الافتراضي لهذا النبات هو نبات معمر. وقت الازدهار: يزدهر في الربيع ويزدهر في الصيف. ارتفاع النبات: يرتفع النبات من 20 إلى 70 سنتيمتر. قطر التاج: قطر التاج هو 1.5 ملليمتر. قطر الزهرة: من 1.5 إلى 1.7 سنتيمتر. لون الزهرة: قد يكون لونها وردي وقد يكون لونها كذلك أرجواني. لون الورقة: قد يكون لون الورقة أخضر وقد يكون أزرق. أما المتطلبات البيئية وضوء الشمس، فهو يحب المكان المشمس تماما ولا بأس بالمكان المشمس جزئيا. أما التصنيف العلمي فهو من جنس الخطري الليترون ليتروم، ومن عائلة خطرية من الفصيلة الخطرية ومن الخطرية، من طلب آسيات، من صف دراسي كاسية البذور، من الأسرة في اللغات نباتات ويائية. وقبل الختام أريد أن أسألكم: هل توجد هذه النبتة في بلدتكم وما تسمونها بلهجتكم؟ وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله، في لقاء آخر إن شاء الله بحول الله وقوته.